حلقة النهاردة فيها مواجهة عنيفة جداً بين الصلصال الحراري وعجينة السيراميك. يا ترى إيه الفرق بينهم ومين فيهم الأحسن كمشروع؟ لو عايزين تعرفوا تابعوا حلقة النهاردة للآخر، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعادة. أنا ريم وبرحب بيكم على القناة. في البداية حاب أعرفكم على ضيف حلقتنا النهاردة، الصلصال الحراري أو البوليمر كلي أو صلصال البوليمر. هو عبارة عن عجينة فنية تشبه شوية صلصال الأطفال لكن على أنشف شوية. بنبدأ إن احنا نطريها ونشكلها، وبعد كده بتدخل فرن علشان الشكل أو المنتج بتاعنا يكون جاهز. ودلوقتي هنتعرف على الفروق اللي بينها وبين عجينة السيراميك. وأول نقطة هنتكلم فيها طريقة الحصول على الخامة. زي ما كلنا عارفين، عجينة السيراميك بنقدر نعملها في البيت بمكونات بسيطة وسهلة، وكمان اللي بنعملها في البيت بتكون أحسن بكتير من الأنواع الجاهزة. أما الصلصال الحراري مش بيتعمل في البيت، إحنا بنشتريه جاهز من المكتبات، بيكون على شكل عبوات أو بلوكات كده بأحجام مختلفة، وطبعا في منه ماركات وأنواع كتيرة جداً، متوفر في كل المكتبات الفنية بكل الدول العربية. فالخامتين متوفرين وموجودين بسهولة ونقدر نشتغل بيهم في أي وقت. تاني نقطة، الفرق بينهم في طرق التلوين. عجينة السيراميك بنلونها في البيت، نقدر نحصل على أي درجة ألوان إحنا عايزينها، طالما عندنا الألوان الأساسية نقدر نجيب أي درجة لون إحنا عايزينها. أما الصلصال فهو بيتباع ملون جاهز، لكن ده ما يمنعش إن إحنا نقدر ندمج ألوان مع بعض علشان ننتج ألوان جديدة محتاجينها في الشغل بتاعنا. فالاتنين نقدر نحصل منهم على أي درجة لون إحنا محتاجينها، لكن هما مختلفين في نقطة واحدة بس، التلوين بعد التشكيل. بعد ما بنشكل الأشكال، لو حابين إن إحنا نديها تدريجات ألوان أو نديها تأثيرات معينة، فاستخدام عجينة السيراميك مع الألوان الباودر أو المايكا بتكون مش قوية زي الصلصال الحراري، وده لأن الصلصال زيوت من مكوناته الأساسية، فده بيخلي الألوان تثبت عليه وتلزق أكتر وتكون واضحة. يعني لما بنستخدم الطريقة دي في التلوين، تلوين الصلصال بالطريقة دي بيكون أسهل والألوان بتثبت عليه أكتر من عجينة السيراميك، لكن في الآخر الاتنين بيكونوا قريبين من بعض، الفرق مش كبير قوي. تالت نقطة معانا وهي نقطة التشكيل، وأول حاجة في التشكيل هتيجي في بالنا أكيد الأدوات. أدوات تشكيل عجينة السيراميك هي أدوات تشكيل الصلصال الحراري. ممكن حاجة تزيد شوية في الصلصال الحراري عن عجينة السيراميك، وهي الباستا ماشين أو مكنة المكرونة اللي بتفرد الصلصال، وهي مش مهمة قوي بصراحة، أنا ما اشتريتهاش وما كنتش حاسة إن أنا محتاجاها. فاللي عنده أدوات تشكيل لعجينة السيراميك هي أدوات تشكيل الصلصال الحراري، وطريقة التشكيل نفسها بتكون هي ما بتختلفش كتير. الاختلاف بيكون في النقط دي. أول حاجة، تشكيل الصلصال الحراري أسهل شوية من تشكيل عجينة السيراميك، وده لأنه أسهل في الدمج، نقدر إن إحنا نعمل بيه أشكال وطبقات فوق بعضها وندمجها بسهولة أكتر من عجينة السيراميك، وده بيخليه يتفوق على عجينة السيراميك في النحت. لكن ده مش معناه ان عجينة السيراميك وحشة في النحت ابدا، ده معناه انها بتاخد مجهود اكتر شوية. وحاجة كمان مهمة جدا وبتفرق بينهم، ان الصلصال مش بينشف خالص في الجو، فمدة العمل بتبقى طويلة. يعني انا اقدر اشتغل في قطعة عدد ساعات لا نهائية من غير ما الشكل ينشف معايا، وده طبعا بيكون عكس عجينة السيراميك اللي بتنشف في الهواء. فده بيخليني اعمل حاجة من اتنين، يا اما اسرع ايديا في الشغل على قد ما اقدر، او ان انا بشتغل على مراحل، ان انا اعمل جزء واسيبه ينشف واكمل عليه التشكيل بعد كده. لكن في العموم هم متشابهين جدا في طرق التشكيل، يعني اي شكل معمول بالصلصال الحراري ينفع اقلده بالسيراميك والعكس صحيح. حتى كمان في نقطه لزق الاشكال والقطع ببعض، فعجينه السيراميك لازم استخدم الغراء المخفف بميه علشان الزق القطع ببعضها. كمان في الصلصال الحراري لازم يكون عندي صلصال سائل علشان الزق القطع ببعضها وما تفكش وتقع مني بعد التجفيف. وده بيخلينا نخش على النقطة اللي بعدها، الفرق بينهم في كيفية التجفيف. زي ما كلنا عارفين، عجينة السيراميك بتجف في حرارة الجو، مش بنحتاج ان احنا نحطها في اي فرن علشان تنشف، وحتى لو حطناها احنا بنعرض الشكل لانه يحصل له فقاعات او انتفاخات. فكل اللي علينا ان احنا ناخد القطع ونحطها على اي سطح مسامي ونسيبها تنشف، وبكده القطع بتكون جفت معانا. اما الصلصال الحراري زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت، مش بينشف في حرارة الجو، فاحنا لازم ندخله في فرن يتخبز، والفرن هنا لازم نأكد ان هو يكون فرن مخصوص للصلصال، ما ينفعش ان احنا نحط فيه الأطعمة.
بنجيب طبق من الفويل وبنبدأ نفرشه بورق الزبدة أو نحط عليه قطع من الزجاج ونحط عليها القطع ونغطيها ونخبزها علشان خاطر تستوي. وعبوات الصلصال بيكون مدون عليها درجة حرارة هي اللي مفروض بيخش فيها نوع الصلصال ده الفرن، وفي ناس بتستعين بترمومتر الفرن علشان يظبط معاهم درجة الحرارة والأشكال تطلع مستوية ومخبوزة بالشكل الصحيح. ومع شوية تجارب وتدريبات بتعرفوا تظبطوا درجة حرارة الفرن والمدة اللي تقعدوا فيها القطع جوه الفرن. أما بقى بعد الخبز والتجفيف بيكون طلعت معانا القطع بتاعتنا، وأكيد في فرق بين القطع اللي معمولة بعجينة السيراميك والقطع اللي معمولة بالصلصال الحراري. القطع المعمولة بعجينة السيراميك بعد تمام الجفاف بتكون قطع ناشفة وقوية، أما القطع بتاعة الصلصال الحراري بيكون فيها نسبة مرونة بتبقى عاملة زي البلاستيك أو المطاط شوية، ونسبة المرونة والمطاطية بتاعة الصلصال بتختلف على حسب سمك القطع بتاعتنا، كل ما السمك قل كل ما المرونة زادت. وزي ما اتكلمنا عن اختلافهم في القوام لازم كمان نتكلم عن اختلافهم في الحجم. القطع اللي معمولة بعجينة السيراميك حجمها بيقل، أما القطع اللي معمولة بالصلصال فبتفضل زي ما هي بنفس الحجم بالظبط. ودي ميزة تانية في الصلصال بتخلي الحجم قبل الخبز هو هو الحجم بعد الخبز. ونقطة كمان مهمة هي مدة التجفيف أو مدة الخبز. عجينة السيراميك بتاخد وقت طويل خاصة في الأشكال الكبيرة وفي الجو البارد، ممكن الموضوع يطول معانا الأسبوع أو اتنين علشان القطعة تجف تماما. أما بالنسبة للصلصال الحراري فأقصى مدة للخبز هي ساعة لربع أو ساعة، القطعة ما بتاخدش أكتر من كده، فده بيخليه موفر جدا جدا في الوقت. والمشاكل اللي بتقابلنا في تجفيف عجينة السيراميك في قصادها مشاكل بتقابلنا مع الصلصال، يعني مشاكل التجفيف بتاعة التقوس والتشقق في عجينة السيراميك قصادها برضو التكسر والتشقق في الصلصال الحراري. اتكلمنا في عجينة السيراميك عن الأسباب وازاي نتفاداها، والصلصال الحراري بيكون المشاكل كلها في طريقة الخبز والمدة والعجن قبل التشكيل. لازم نكون عملنا أكتر من اختبار علشان نظبط درجة حرارة الفرن والمدة اللي بنحتاجها علشان نسوي القطعة تسوية مظبوطة. فالخامتين فيهم شوية تحديات وفيهم شوية مشاكل، مع تكرار التجارب بإذن الله مش هيكون فيه مشكلة لا هنا ولا هنا. وخامس حاجة هنتكلم فيها هي العزل. طبعا مع عجينة السيراميك ما عندناش اختيار، لازم نعزل القطع بتاعتنا لأن عجينة السيراميك بتتأثر بالمية والرطوبة. واتكلمنا في حلقة سابقة عن كل التفاصيل اللي تخص عزل عجينة السيراميك وهسيبها لكم في صندوق الوصف. أما بالنسبة للصلصال الحراري فهو معالج ضد المية والرطوبة، يعني لو حطيناه تحت المية مش بيتأثر خالص لأنه عامل زي البلاستيك، ومع ذلك أنا بفضل نعزله علشان نحميه من إن هو يتوسخ أو يحصل فيه أي مشاكل بعد كده. وطبعا أفضل عازل هو العازل المخصص للصلصال، أنا ما بحبش أستخدم معاه أي نوع عازل آخر وكنت بستخدم العازل بتاعه، وطبعا في منه المطفي وفي منه اللامع. لكن نخلي بالنا كمان إن الصلصال له نقطة ضعفه وهي الحرارة، الصلصال لو رجع تاني اتعرض للحرارة شديدة هيبدأ ان هو يتكسر ويبوظ. وكده تقريبا احنا قارنا بينهم في النواحي الفنية، فاضل بقى نقارن بينهم في النواحي العملية ومين فيهم افضل كمشروع. لما نكون عايزين نبدأ مشروع اول حاجة بنفكر فيها هي رأس المال والتكلفة، وطبعا تكلفة عجينة السيراميك في المجمل اقل بكتير من تكلفة الصلصال الحراري، لأن أصلاً قطع الصلصال غالية شوية عن السيراميك، غير إن إحنا بنحتاج كمان فرن علشان خبز القطع. فلو إحنا ما عندناش الإمكانيات المادية أو بنخاف شوية من المخاطرة، مشروع عجينة سيراميك هو اللي هيكون مناسب جداً للبداية. تاني نقطة مهمة جداً في أي مشروع إن أنا لازم يكون عندي منتجات كتيرة ومتنوعة، وطبعاً الوقت المستقطع في إنتاج القطع مهم جداً جداً. الإنتاج في عجينة السيراميك أقل كتير من الإنتاج في الصلصال الحراري، لأن هو بياخد وقت طويل في المراحل بتاعته في التجفيف والعزل، لكن ده بيكون أقل بكتير في الصلصال الحراري. تالت حاجة هنتكلم فيها هي جودة المنتج. حابة أأكد إن جودة المنتج ملهاش أي علاقة بنوع الخامة، جودة المنتج هي جودة التصنيع، يعني لو عجينة السيراميك مرت بمراحل التصنيع بتاعتها مظبوطة، اتعملت صح واتجففت صح واتعزلت صح هتكون ممتازة جدا. كذلك الصلصال الحراري لو اتعجن مظبوط واتخبز مظبوط هيكون برضو منتج ممتاز. والحقيقة ان الاتنين محتاجين معاملة خاصة جدا، يعني انا بشبههم دايما بالزجاج والكريستال. لو جبنا اي منتج من الزجاج واي منتج من الكريستال وحاولنا نكسرهم الاتنين هيتكسروا، لان هما مش معمولين علشان يتكسروا. كذلك السيراميك والصلصال محتاجين معاملة خاصة جدا من العملاء. رابع نقطة وهي تسعير المنتجات.
طبعا تسعير المنتجات محتاج حلقة لوحده، لكن النهاردة هتكلم على الفرق في التسعير ما بين عجينة السيراميك والصلصال الحراري. طبعا أول نقطة أنا بسعر على أساسها هو الجهد والوقت المستقطع في تنفيذ القطع. الاتنين بياخدوا نفس الجهد تقريبا، لكن الفرق بينهم في الوقت. زي ما اتكلمنا قبل كده إن الصلصال الحراري منجز معانا، لكن عجينة السيراميك بتاخد وقت أطول. وكده المفروض والمنطقي إن أنا أقول عجينة السيراميك تتسعر أغلى، لكن مع الأسف لأ. لأن لما يكون في عميل عايز مني ميدالية مثلا، الميدالية دي هتاخد مني في عجينة السيراميك ممكن أسبوع، لكن هتاخد مني يومين بس في الصلصال الحراري. فسرعة الإنجاز دي عليها فلوس، يعني كل ما الوقت قل كل ما أنا كسبت فلوس أكتر. ده غير إن طبعا المواد الخام بتاعة الصلصال أغلى من السيراميك، فأكيد ده بيخلي سعر الصلصال يرتفع عن السيراميك. فبكده منتجات الصلصال الحراري هي منتجات أغلى من منتجات عجينة السيراميك. وفي الآخر حابة ألخص لكم الموضوع على حسب رأيي الشخصي. لو حقيقي حابين تبدأوا مشروع وما عندكوش أي خبرة وتجارب، لازم تبدأوا الأول بعجينة السيراميك لأنها أقل في التكلفة. غير كده هي زي ما قلنا أصعب في التشكيل، فهتديكم تدريب ممتاز جدا. لما تشتغلوا بعجينة السيراميك وترجعوا تشتغلوا في الصلصال، هتلاقوا الصلصال أسهل بكتير في الشغل وفي التشكيل. بعد فترة من التدريب والإتقان مع عجينة السيراميك، تقدروا تعملوا منتجات وتوزعوها على الأقارب والأصدقاء كإعلان عن شغلكم. وبعد كده تقدروا تسوقوا منتجاتكم، ولما يكون عندكم عملاء وتبدأوا تكسبوا، تقدروا توسعوا المشروع وتدخلوا معاكم الصلصال الحراري. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى أنها تكون عجبتكم، وأتمنى لكم دايما مشاهدة مفيدة وممتعة. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو أول مرة تزورني في القناة تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجاية. وأشوفكم على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.